عايزه قبل ما نبدا الوصفات بتاعتنا، قبل ما نبدا صنف المكرونه بتاعنا اللي هنستخدم فيه مكرونه الساعه، صنف جديد نزل السوق. حلو مش وحش، لونه حلو ومكوناته كمان طبيعيه جدا، ومكوناته سهله وبسيطه قوي وما فيهاش اي مواد حافظه. ده بالنسبه لانتاج المكرونه نفسه، طريقتها سهله وبسيطه زي اي مكرونه، بس اللي انا لاحظته ان انا لما جيت اسلقها خدت وقت اقل كمان من اي سلق مكرونه عاديه، خدت وقت اقل من اي سلق مكرونه عاديه. الميه بتاعتنا بتغلي، هنحط لها ملح وزيت ونشوف هتتسلق في قد ايه، هنظبط التوقيت معانا ونشوف هتتسلق في قد ايه. ادي ملح وادي شويه زيت، نسيب الميه تغلي، ولازم تكون بتغلي علشان ما تنشيش معانا في الميه وهي لسه ما غليتش. طيب على المكرونه ما تغلي معانا، الميه تغلي ونبدا نسلقها مع بعض، مش هتاخد وقت كتير علشان كده انا قلت هسلقها في اللي معاكم، وطبعا انا سالقه منها قبل الهوا علشان ما نبدا نعمل الوصفه بتاعتنا. طيب محتاجه ايه في وصفه الاسباجيتي بالبشاميل؟ كيسين مكرونه اسباجيتي الساعه تكون مسلوقه طبعا، ثلاث ارباع سلقه او يعني ازيد من ثلاث ارباع بحاجات بسيطه، وثلاث بيضات، بيض مع المكرونه. استنى كده ونجرب الحاجه ونتفرج عليها ونشوفها وبعد كده نحكم. ادي المكرونه وادي الثلاث بيضات اهي بالشكل ده كده. طيب البشاميل هنحتاج له ايه؟ لتر ونص حليب، 4 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من النشا، 4 معالق كبار زبده، ومعانا زيت، ملح وفلفل اسود، مش محتاجه ازيد من كده. طيب نيجي للحشوه بتاعتنا، قلنا ولا عايزين فراخ ولا عايزين لحمه علشان بكره ان شاء الله نبدا نشوف هنعمل ايه في اول يوم رمضان. طيب معايا ايه؟ معايا ايه في المقادير او الحشوه بتاعتنا؟ معايا بسطرمه، مش شرط يعني مش شرط تلتزموا بالمقدار اللي انا كاتباه، اللي موجود عندكم في الثلاجه اعملوه. عندي بسطرمه، عندي زيتون اخضر شرايح او او اسود، عندي جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر مبشوره، وكمان ثلاث بيضات، بيض مع المكرونه وبيض مع الحشوه اهو. ازاي دوت؟ تعالوا نشوف مع بعض. قبل ما ابدا في اي حاجه وقبل ما اجمع المكرونه بتاعتنا هبدا اعمل البشاميل. عندي حله على النار هسيبها تسخن، ودي افضل طريقه عشان تسرع معايا عمليه البشاميل وتطلع معايا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. المضرب الاسود فين؟ عندي كده ادام الحله معايا سخنه، او الصينيه او الطاسه اللي انا هعمل فيها ادام سخنت على النار. ما ينفعش ابدا احط الزبده الاول. ليه ما ينفعش احط الزبده الاول؟ لان لو حطيتها الاول هتحرقها لي السخونيه بتاعت الحله او الطاسه، فببدا ان انا انزل الزيت الاول ياخد السخونيه وابدا انزل الزبده علشان تبدا ان هي تسيح معانا. بسم الله. بصوا عملت ايه؟ حطيت الزيت الاول عشان الطاسه بتاعتنا سخنه او الحله سخنه، ورحت نازله بالزبده علشان ما تتحرقش. نزلت بالدقيق، ولازم المقدار بتاع الدهون او المواد الدهنيه يكون ازيد من النشويات. هعمل ايه؟ عندي هنا النشا هروح منزلاه في الحليب، المواد الدهنيه تكون اكتر من الدقيق والنشا علشان تكون واخده براحه، ما تبقاش ان هي ناشفه معايا. نقلب النشا مع الحليب، ندوبها بره قبل ما نحطها مع الدقيق عشان ما تكلكعش. قلبت النشا في الحليب علشان ما ينفعش ان انا احط النشا مع الدقيق. ليه؟ ما ينفعش ان هي تدخل مع الدقيق على السخونيه بتاعت الزبده والزيت، علشان لو عملت كده هلاقيها كتلت وكلكعت معايا وقفشت. بعد كده مش هلاقي ان انا هتبدا تقفش مع الدقيق، وابدا ان انا اجي ادوبها هلاقيها مش راضيه ان هي تفك معايا، يعني هتاخد وقت، وانا مش عايزاكم تعملوا حاجه زي كده. انا بحاول اسهل الدنيا عليكم وربنا يسهلها علينا يا رب. فعلشان كده دوبت النشا مع الحليب ورحت نازله الحليب بتاعنا سائع، وزي ما قلت لكم سائع سخن دافي زي ما انتم عايزين. اهم حاجه حتى لو الحليب سخن، حد هيقول لي مثلا دلوقتي نونا لو الحليب سخن هدوب فيه النشا ازاي؟ عندك حق لما تقولي حاجه زي كده. لما يكون الحليب سخن وعايزه تدوبي النشا، كوبايه ميه بره دوبي فيها النشا وبعدين كده ضيفيها على الحليب او ضيفيها على الدقيق على طول. اهم حاجه النشا تتدوب في حاجه بارده مش سخنه، اللي هي الميه من الحنفيه مثلا، او الحليب يكون بارد وبعد كده حطيه عادي. لكن لو الحليب بتاعنا ساقع ومطلعينه من الثلاجه هندوب فيه النشا عادي جدا. طيب عملت كده، ادي الملح، عايزه تحطي مكعبات مرقه ماشي، مش عايزه يبقى بلاش، ملح وفلفل اسود، مش عايزه اكتر من كده. كده البشاميل بتاعنا خلص، والميه بتاعت المكرونه غليت على النار، تعالوا نحطها عشان تتسلق، وكل شويه نقلب البشاميل بتاعنا علشان ما يكتلش. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه حالا والله. بصوا كده المكرونه معانا على النار، الميه على النار، حطينا فيها ايه؟ حطينا فيها ملح وزيت، تمام كده. وهبدا ان انا حابه ان انت تسلقي المكرونه سليمه زي ما هي، يبقى هتحطي الكيس على طول. حابه ان انت تكسريها زي اي ست مصريه، اهو هنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
بالشكل ده. بالشكل ده كده، واول ما تنزل الميه بسوق على طول، ونبدا ان احنا نقلبها تقلبتين كده. يا رب اللهم امين. بصوا كده اديناها تقلبتين، وبعد كده نسيبها 5 دقايق كده ونقلبها تاني. خلوا بالكم ان مكرونه الساعه ما بتاخدش وقت تسويه زي اي مكرونه، يعني نخلي عينينا عليها، ومجرد ما سقطنا المكرونه ما نغطيهاش. مجرد ما سقطنا المكرونه في الميه السخنه ما نغطيهاش، علشان ما تتكتمش ونلاقيها طلعت النشا اللي فيها وبدات ان هي تكتل معانا وتعجن. حطيناها الميه بتاعتها رايقه خالص، لونها ما غيرش، وهوريكم لما اجي اصفيها هيبقى شكل الميه بتاعتها عامله ازاي. بالشكل ده كده، ولا ادام حاطين فيها حبه زيت، واول ما نزلت الميه السخنه قلبنا على طول عشان تفكك من بعضها تطلع معانا زي الفل. بصوا المكرونه انا سقطتها، المفروض ان احنا بنشوف مثلا لو اتغير اللون بتاعها او حاجه او طلعت نشا، بنعرف ازاي ان المكرونه منشيه كتير او فيها نشا كتير من لون الميه نفسه، من لون الميه نفسه. بصوا كده انا عايزه اطلع لكم الميه تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نوريهم لون الميه علشان نعرف اذا كانت المكرونه دي فيها نشا كتير ولا لا، بيبان من لون الميه. بصوا كده، بصوا الميه شفافه ازاي، معنى كده ان المكرونه اللي احنا بنستخدمها ما فيهاش نشا كتير. دي لو فيها نشا كتير كان زمان الميه دي بقت عامله زي اكنها مدوبين فيها دقيق. بصوا كده شفافه ازاي، ما شاء الله عليها. طيب قلت التسويه بتاعتها بتاخد قد ايه؟ بتاخد اقل من المكرونه العاديه، وطلع اهي معانا زي الفل ما شاء الله عليها. المكرونه بتاعتنا اهي، دي طبعا انا سلقاها من نفس النوع اللي احنا مستخدمينه اللي هو الساعه. بصوا ما شاء الله عليها عامله ازاي. واول ما طلعت يا دوب عملت ايه، رحت ماسكاها مدخلاها تحت الحنفيه، يا دوب بس مشيت عليها الميه كده. ليه؟ علشان اهبط السخونيه بتاعتها. لو انا سبتها وعملت مثلا حطيت حبه زيت وسبتها ما خدتش اللقطه بتاعت الميه دي، السخونيه بتاعت السليق بتاعت المكرونه هتفضل تسوي لي المكرونه. هاجي بعد كده اقلبها، لو انا بقلبها في صلصه، لو بعملها بشاميل او بعملها في صوص ابيض او كده، هلاقيها مستويه زياده. وارجع افكر مع نفسي كده، ازاي مستويه بالشكل ده؟ معلق فين؟ ازاي مستويه بالشكل دوت وانا كنت مطلعاها 3/4 سوا؟ بتوصل لكده لما بتسيبيها من غير ما تديها لقطه الميه اللي تحت الحنفيه. ما بقولش اشطفيها، لا، يا دوب بس كده شويه ميه صغيرين تهدي السخونيه بتاعتها. هي ماشيه معانا زي الفل الحمد لله. طيب البشاميل برده نفس النظام، بعد ما اديتها لقطه الميه دي بروح مدياها معلقتين زيت واقلبها واركنها على جنب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب دلوقتي اهي تمام كده، انا عايزه بقى اجمع صينيه المكرونه بتاعتي. عندي ايه؟ عندي 3 بيضات، سنه بسيطه خالص من الملح، وما كترش. ليه؟ لان انا عندي حشوه بسطرمه مش عايزاها تكون حادقه معايا. وادي سنه فلفل اسود، واربهم كويس قوي، واروح حطاهم على المكرونه، واجيب الطاجن البايركس بتاعنا ادهنه زيت او ادهنه زبده على حسب ما انت عايزه. مش هحط في الارضيه بتاعته بشاميل، البشاميل على الوش بس وفي النص. طب ايه اللي هيسوي المكرونه ويمسكها في بعضها؟ البيض اللي احنا حاطينه في بعضه دوت، هتشوفوا دلوقتي هيحصل ايه. ومش عامله منها نسخه علشان تشوفوا كله معي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اقلبها عايزه البشاميل بدا ان هو يتقل معايا وماشي خليط كريمي، ولا لزق مني ولا اي حاجه. ليه؟ علشان الدقيق واخد براحه في المواد الدهنيه اللي احنا حطيناها. بصوا كده بقلب كده المكرونه مع البيض، واجيب الطاجن البايركس بتاعنا ندهنه زيت. عايزه اقول لكم المكرونه لازم بقى تتصفى، هوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي. بصوا كده بصوا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونها راح عامله كده، تمام كده راح عامله كده. هعمل ايه؟ هصفي على طول؟ لا مش هصفي على طول، هي فاضل لها تكه بسيطه. انا هروح شايله من على النار كده واروح سايبها كده وهي جوه الميه السخنه، او هي جوه الميه السخنه، عشان انا عايزه تسويه التكه الاخيره ديت من الميه السخنه نفسها ما تبقاش وهي محطوطه على النار. ودقيقه بالظبط او دقيقتين بالظبط وهبدا ان انا اصفيها بالمصفى بتاعتها. طيب نبدا ان احنا نجمع الطاجن بتاعنا. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، حطيت دهنت القالب بتاعنا زيت او زبده زي ما انتوا عايزين، وبعد كده رحت
مقلبه البيض مع رشه فلفل اسود، لكن ما حطيتش ملح. ليه؟ لان انا عندي في الحشوه اللي هحطها بسطرمه بالشكل ده كده، واروح حاطه نص كميه الجبنه بس، سواء الموتزاريلا او الشيدر في النص. دي الحشوه بتاعتنا بالشكل ده، قلبناها مع البيض علشان لما تتحط في نص المكرونه تبقى متماسكه كويس، او لما اجي اقطع قطعه المكرونه تبقى كلها ماسكه مع بعضها بالشكل ده كده. طبعا المكرونه البيض اللي فيها برضه هيخليها تمسك مع بعضها، وراح عامله كده. البشاميل عندي ماشي تمام وزي الفل. اشيل حوالينا وارجع احط البشاميل وارجع اوريكم المكرونه لما نصفيها هتبقى عامله ازاي. بسم الله. بصوا كده البشاميل، انا شغاله وفي نفس الوقت سبته على النار وكل شويه بديله تقليبه، بس في نفس الوقت متاكده ان هو ولا هيكلكع ولا يجرى له اي حاجه. بصوا خليط كريمي في منتهى الجمال. طيب تعالوا كده نمسك بقى الكبشه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نجيب مكرونتنا كده واوريكم لما نيجي نصفيها. وادي البشاميل تمام وزي الفل. تصدقي ايه بتقولي الاول مره تبقي عامله حاجه مش حراقه؟ والله هحط لكم فيها فلفل دلوقتي، من راعي الصيام بقى. بصوا كده، بصوا ازاي لونه فاتح، حاطين له فلفل اسود وحاطين له ملح بس لونه فاتح اهو. ليه؟ علشان النشا اللي احنا حطيناه. نفس البشاميل اللي بيتجاب من بره، لما بتيجوا تجيبوا مثلا طواجن مكرونه من بره نفس البشاميل بتاعهم، خفيف او مش هنقول خفيف، متوسط السمك بس كريمي في منتهى الجميل. بصوا كده حطينا موتزاريلا وحطينا شيدر، يبقى كمية الجبنة اللي احنا حاطينها هنحط نصها في النص مع الحشوة والنص التاني على الوش بالشكل ده كده. حبة زيتون، عايزهم بس عشان يدوا شكل مختلف كده. ممكن نحط بقى معاهم شرايح فلفل احمر زي ما انتوا عايزين بالشكل ده كده. بقى عندنا الطاجن تمام وزي الفل، كل حاجه مستويه فيه، عايزه بس الجبن هي اللي تسيح والبيض اللي جوه يستوي. الفرن عندي شغال على درجه حراره كام يا نونا؟ شغال على درجه حراره 200. هنحط طاجن المكرونه ونصفي مكرونتنا. بصوا الشوايه اللي انا حطيتها فيها، انا دلوقتي لازم اعمل ايه؟ ادام شلتها من الميه السخنه هتبدا ان هي السخونيه اللي لسه فيها بتسوي، فانا مش عايزه ان هي تستوي زياده، فاروح عامله ايه؟ على الحوض كده. بصوا بصوا الميه، انا مش هحط مش هشطف، لا بصوا اهي يا دوب شويه الميه بس مشيتهم فوق الوش اهو. تعالوا بقى كده اوريكم شكلها عينيا الاتنين. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي، بصوا حلوه مكرونه الساعه، ايه رايكم بقى؟ بصوا عامله ازاي، ما خدتش وقت على النار خالص، وفي نفس الوقت وريتكم شكلها يكون عامل ازاي، وسلقاها قدامكم اهي. على تعالى كده بس نجيبها ننضف حوالينا كده. بصوا بقى عامله ازاي، بصوا منتهى الجمال. للاسف لا، ده انا ما دلقتش الميه. طب والله لسه كنت اقول لكم للاسف انا دلقت الميه بتاعتها. بصوا باينه معاك كده يا حمدي، بصوا شفافه ازاي، يعني اللون دوت لون الزيت اللي احنا كنا حاطينه والملح، لكن هي ما فيهاش ولا نشا ولا فيها نشت معانا ولا الكلام ده كله خالص، ما فيش اكنك ايه مدوبه شويه دقيق مش منشيه. فالميه ادام بيضه معانا كده وشفافه وصافيه، تعرفوا ان المكرونه دي في منتهى الجمال. درجه الحراره 200 فوق وتحت
فوق وتحت علشان التسويه بتاعت البيض او البيض اللي انا حطاه في المكرونه يبدا ان هو يستوي، يمسك لي كده على المكرونه مع بعضها، البشاميل اللي فوق الجبن بتاعته تسيح وتطلع معانا زي الفل. نسيبها تهدى ونقطع منها ونشوف شكلها يكون عامل ازاي. حطيناها في الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده على درجه حراره 200، محتاجين بس ان البيض اللي ماسك المكرونه ولففها هو اللي يستوي، والجبن من على الوش تبدا ان هي تسيح وتاخد لون في منتهى الجمال ونطلعها على طول. نسيبها تهدى قبل ما تبدا نقطعها ونقدمها علشان تبقى متماسكه في بعضها.